مجموعة من الأخبار المهمة اللي موجودة. النادي الأهلي هيلعب بكرة بمشيئة الله تعالى مع بطل النيجر. نادي الزمالك تأهل بعد انسحاب الفرقة اللي كان هيلعبها بتاعت شات. يبقى من المفترض ان الأجواء والأخبار والدنيا تبقى أكتر مع النادي الأهلي، ده اللي أنا أعرفه. إنما أنا شايف إن الأجواء والأخبار أكثر سخونة في نادي الزمالك. يعني نادي الزمالك اللي مش هيلعب الأجواء والأخبار بتاعته سخنة جدا عن النادي الأهلي اللي هيلعب بكرة المباراة. طبعا سخونة الأجواء أو سخونة الأخبار اللي موجودة في نادي الزمالك أغلبها جاي من الجزء الإداري. أغلبها جاي منين؟ من الجزء الإيه؟ الإداري. لعيبة بتتعاقد، مستحقات بعض اللعيبة الناقصة، أخبار نازلة على موقع الوطن اللي مسخنة الدنيا كلها نتكلم فيها. إنما خلونا بس إيه يعني نسخن كده الأول بخبر مهم، وهو ذهاب اللواء أحمد سليمان المرشح الأقرب إنه يبقى رئيسا لنادي الزمالك الفترة القادمة. الأقرب، وبتقولها كده بالفم المليان طبعا. مرشح الأقرب لرئاسة نادي الزمالك لأن هو أقرب واحد يبقى رئيس نادي الزمالك طبعا. هو أنت عندك مين أعلن تاني إن هو نازل رئاسة؟ تقريبا الأستاذ مدحت العدل، ولسه ما تأكدش كلامه، إنما أحمد سليمان أعلن بقى له 4 سنين بيعلن إن هو نازل رئاسة، أدي رقم واحد. رقم اتنين له أرضيته الانتخابية اللي موجودة من الانتخابات اللي فاتت. رقم ثلاثة له أرضيته ومحبينه الموجودين داخل أرضية الجمعية العمومية من الانتخابات اللي قبل اللي فاتت، كان أعلى الأصوات اللي هو كان داخل فيها في القايمة مع مرتضى منصور. فبالتالي على الورق وعلى الواقع هو الأقرب. على الورق وعلى الواقع هو الإيه؟ الأقرب حتى الآن. حتى الإيه؟ حتى الآن. بيروح النهارده نادي الزمالك للمره الاولانيه في بادره في غايه الخطوره والاهميه. لازم الناس تعرف، انا شخصيا يعني ما كنتش اعرف معلومه زي كده الا لما اتصلت واتاكدت منها بنسبه 1000000%، ان في 12000 عضويه في نادي الزمالك المجلس اللي فات مطلعهم بره. اللي مجمده بقى واللي وقفه واللي شطبه واللي منعه واللي جلده واللي سلخه واللي ما يعني كل واحد بقى على حسب ايه يعني اللي عمله. يعني كل واحد اللي ما دفعش مثلا سنتين ده توقف، اللي مش عارف 4 سنين ده الشطب، اللي مش عارف كتب له فيسبوك كلمتين على الفيسبوك ده اتجلد، ده اللي مش عارف ايه ده اتشوى، اللي يعني شوية ايه حاجات من دي. كام يا عم دول بقى؟ 12000. 12000 عضو من اعضاء، طبعا رقم مهول، رقم اللي انا بقوله ده مهول. والمهول اكتر او المفاجأة بالنسبة لي اكتر انه عرف يجمعهم ازاي وجاب البيانات دي منين لو احمد سليمان. وعرف طبعا هو يعني على حسب ما قال لي ان طبعا معاه تفويض منهم كلهم من ال 12000 او بيتكلم باسمهم يعني. طبعا الراجل قال لك انا رايح لوحدي، لا عايزين تجمعات ولا عاوزين مجاميع تروح ولا عاوزين تكدس ولا عاوزين تجمع ولا الكلام ده خالص. 12000، انتوا بتتكلموا في 12000 يعني. وعمل بيهم بيان وعمل بيهم ملف حاجه كده من اللي قلبك يحبها، وتقدم بيهم النهارده بمذكره
للسادة المحترمين، سيد مدير عام النادي المحترم. وقعد شوية في شايف فنجان الشاي بتاعه مع الوعد ان شاء الله بإذن الله الأمور ديت كلها هيتم ايه؟ الأمور ديت كلها ان شاء الله بإذن الله هيتم حلها في القريب الايه؟ في القريب العاجل. مجهود مشكور من المرشح الأقرب لرئاسة نادي الزمالك في المرحلة القادمة لواء أحمد سليمان، وأعتقد إن الخطوة ديت هتبقى من الأهمية بمكان للناس ديت كلها. وأعتقد برضو إن نادي الزمالك دلوقتي بيقوده مجموعة زي ما أنا اتكلمت وقلت كده امبارح من الناس المحترمين اللي ليس لهم ناقة ولا جمل في القصة إلا إنهم بيقودوا المركب ناحية بر الايه؟ بر الامان. واتكلمنا وافضنا في هذا الكلام الفتره الايه اللي فاتت. طبعا في عدد كبير من الاعضاء قابلوه النهارده وسالوه هل مرتضى منصور ممكن يرجع تاني؟ وعلى حسه بقى في وسط النادي قال لك مش هيرجع مش هيرجع مش هيرجع، وراح واخد بعضه وخرج بره الايه؟ وخرج بره النادي. ده الخبر الاهم اللي انا حبيت اسخن بيه مع حضراتكم. من فضل حضراتكم لو سمحتم، لان اليوتيوب ما بعتش اشعارات لحد، فمن فضل حضراتكم لو سمحتم الناس اللي موجوده معايا معلش بقى، يعني هشغلكم شغلانه مش لطيفه كده ان انتوا تعملوا شير للحلقه على اي حد، يعني الناس المحترمه بس اللي موجوده معايا، يعني كل واحد يعمل شير، لان للاسف الشديد انا قاعد مستني من الصبح اهوت اليوتيوب يبعت اي اشعار، ما بعتش اي اشعار. فبعتذر لايه؟ لحضرتك، مش انا يعني غصب عني بقى، هو اللي يعني انا قاعد منتظر حتى يجي اي اشعار كده ان الحلقه طلعت، مفيش اي حاجه بتقول ان الحلقه طلعت. فمن فضل حضراتكم لو سمحتم نعمل لايك، ومن فضل حضراتكم لو سمحتم نعمل شير للحلقه، لان يعني المواضيع اللي فيها كمان هتبقى مهمه ومهمه جدا، واليوتيوب ما قالش للناس اللي احنا طلعنا. يعني لا اليوتيوب ما قالش للناس كمان ان احنا ايه؟ ان احنا طلعنا. ماشي. مستر موسيماني بيدير الـ النادي الاهلي او فرقه الكوره للنادي الاهلي بالفيديو من الحجر الصحي بتاعه، راجل مش ساكت. طبعا خلى المساعد المدرب بتاعه يصور التمارين بتاع امبارح وبعته له، اتفرج على التمارين بالكامل، وبعد كده هو اتعمل اجتماع مع الجهاز الفني اللي معاه بالفيديو، اتكلم معاهم في الخطه واتكلم معاهم في التشكيل واتكلم معاهم في اكنه راجل موجود بس من الحجر الصحي، اكنه راجل موجود بس بالحجر الايه؟ اكنه راجل موجود بس بيدير يعني بس من الحجر الصحي. تمام تمام حسن مطر بيقول لي موجود يا كابتن، ما انا عارف ان الفيديو موجود على اليوتيوب انما الاشعارات ما وصلتش للناس. يا حسن مطر الفيديو ما انا عارف ان هو موجود، بس اللي يعني انت اللي بيدور بالصدفه هيلاقيه، يعني اللي قاعد دلوقتي على اليوتيوب بيدور بالصدفه هيلاقيه. ما انا عارف سامي شيح احمد مصطفى عارف عارف، ما هو طبعا عارف، ما احنا شغالين لايف فهتلاقيه، تفتح اليوتيوب هتلاقيه لايف، بس انت هتلاقيه بالصدفه، مش هيجي لك اشعار، يعني مش هيعرف الناس ان احنا طلعنا دلوقتي. ما احنا شغالين لايف ليه؟ ما احنا بنشتغل لايف علشان الناس تعرف ان احنا في التوقيت دوت موجودين. فعلا الاشعار لو مش هيوصل، ما انا عارف فعلا. مها مرسي بتقول لي فعلا انا ما جاليش اشعار، بالظبط كده، ولا حد جاله اشعار، اليوتيوب ما بعتش اشعارات للناس، عشان كده الاعداد معانا مريحه شويه يعني. فعشان كده يعني بستاذن حضراتكم يعني ان انت تعمل شير، لما تعمل شير هنعوض شويه، نعرف الناس ان احنا شغالين، او نعرف الناس ان احنا موجودين دلوقتي، لغايه ما ربنا يسهل كده يعني نوجد بقى ميعاد ثابت نطلع فيه، ويبقى هو دوت الميعاد الثابت الاكيد اللي موجود ايه معانا يوميا. تمام، لان خلاص يعني اعتقد يعني الاحداث اللي في وسط اليوم ديت بقت قليله، يعني علشان برضه نتجاوز الايه الحته ديت او نتجاوز المنطقه دي. فمعلش يعني هتعب الناس اللي موجوده معايا، اعمل لايك واعمل شير للحلقه، اعمل لايك واعمل شير للحلقه من فضل حضرتك لو سمحت. طبعا كل الناس اللي في الكويت اعمل بقى شير اللي عندك للي في الكويت. وسامي شيحه بيقول لي تثبيت الميعاد، هنحاول بقدر الامكان ان احنا نعمل كده، بس بيبقى ايه غصب ان العاشره مساء محمود عياد. حاضر، يعني العاشره مساء هنحاول ان احنا
نطلع برضو في التوقيت دوت. والله الايه، الله الله المستعان يعني، الله المستعان. مستر موتسيماني، نكمل بقية الأخبار بتاعتنا ونكمل بقية الحاجات المفيدة اللي أحمد هباش أو حباش مش عارف الصح بتاعها إيه، بيقول عليها. ماشي، قلنا إن مستر موتسيماني بيدير كل الملفات ديت بالفيديو، عمل التشكيل، قال الطريقة. النادي الأهلي خلاص آخر تمارين ليه كان النهارده، بكره إن شاء الله هيلعب المباراة الساعة الثالثة، إيه الثالثة عصرا. النادي الأهلي بكره إن شاء الله هيلعب بالطقم بتاعه أحمر فأبيض فأحمر، و بطل النايجر سوني ديب هيلعب أزرق فأزرق فأبيض. عندنا كمان الجهاز الفني، قلنا ان هو عمل المحاضرة بتاعته بالفيديو مع اللعيبة، تمام، طبقا طبعا للتعليمات بتاعة مستر موتسيماني. بعثة النادي الاهلي ان شاء الله تلعب بكرة، تغادر بكرة برضه وتيجي مصر بمشيئة الله تعالى بعد المباراة مباشرة. يعني الاهلي هيلعب بكرة، يوصل بكرة برضه ان شاء الله. وليد سليمان ومروان محسن ليهم برنامج خاص في الفترة ديت لإعادة تأهلهم مرة واحدة. طبعا الاتنين بيشتكوا من آلام في الركبة، العظمة كبرت بقى ولا ايه، انا مش عارف. هننتظم ان شاء الله الاتنين في المران الجماعي بعد الرجوع من النايجر بمشيئة الله تعالى. المدير الفني بقى السونديب بطل النايجر فرحان جدا سعيد جدا انه هيلاعب النادي الاهلي، وده اللي صرح بيه وده اللي قاله في التصريحات بتاعته. قال لك دي حاجه مفخره بالنسبه لي ان انا لاعب النادي الاهلي، وانا عارف ان انا لما هتاهل من دور الادوار التمهيديه انا عارف ان انا هلاعب النادي الاهلي في دور الايه؟ ال 32. وقال ان الضغوط علينا هتبقى اكبر في المباراه اللي هي بتاعت بكره عن مباراه الايه العوده اللي هتبقى موجوده فين في القاهره. راجل يعني بيعرب عن سعادته زي كده، مثلا لما فرقه هتروح تلعب ريال مدريد او برشلونه، يعني حاجه بتبقى مفخره لكل اللعيبه ولكل الجمهور ولكل الناس. مصر هتلعب البرازيل، مصر بتلعب ايطاليا، كل الاحداث ديت مدعاه للفخر يعني. فالراجل فخور جدا جدا وبيعرب عن هذا ايه الكلام في التصريحات الصحفيه بتاعته امبارح. دكتور اشرف صبحي النهارده بيكرم اللجنه الخماسيه اللي ادارت اتحاد الكوره الفتره اللي فاتت عنده في وزاره الشباب والرياضه. الاستاذ عمرو الجنايني راح استلم درع وتصور، احمد عبد الله نفس الكلام، ومحمد فضل نفس الكلام، هما الثلاثه بس اللي كانوا موجودين النهارده في التكريم. اعتقد ان التكريم دوت يعني اقل حاجه تقدم للجنه ديت، لانها اضاءت ملف كره القدم المصريه في وقت صعب وفي وقت ايه حرج، وحرج ايه جدا جدا جدا. يعني دي النادي الاهلي، النادي الاهلي الصفقه بقى المؤكده او الصفقه القريبه، حماده زيدان بيقول لي اخبار الصفقه ايه يا كابتن، سيرينو ولا لابا كوتشو؟ ماشي، سيرينو ولا ايه لابا كوتشو؟ بولس نعيم، والله خساره ان انت موجود عندي، يعني واحد زيك كده خساره انه يخش في القناه المحترمه دي. الاشكال اللي زي حضرتك ملهاش الاماكن المحترمه دي. بولس نعيم، استاذ بولس، الاكونت باسم بولس نعيم. الاشكال اللي زيك كده ما تخشش عند الناس المحترمه دي، روح للمستنقع اللي انت جاي منه. ماشي ماشي.